بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وفيديو جديد. طبعا النهاردة أحب بس في الأول أقول كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاذ الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وبقول لحضراتكم برضو كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة آخر يوم في انتهاء الأجل المحدد لتقديم إقرار الأشخاص الطبيعية على منظومة الضرائب المصرية، أو يعني إقرارات الشخص الطبيعي بوجه عام سواء على المنظومة القديمة أو الجديدة. والنهاردة في شوية حاجات كده عايزين ننبه عليها أو ناخدها في حسابنا أو ناخد بالنا منها، وإحنا النهاردة آخر يوم وبنراجع إقراراتنا وبنتأكد إن كل حاجة اتسلمت وكل حاجة تم السداد، وخصوصا طبعا إن ممكن النهاردة يحصل بعض الضغط على الموقع، فلو سمحت ما تركنش حاجة لآخر لحظة، ابتدي على طول إذا كان عندك إقرارات جاهزة في سدادات خلص بسرعة عشان تلحق الميعاد الصح، ما يبقاش فيه اي تاخير ولا كلام من ده. طيب هنبتدي اول حاجه طبعا هنا على المنظومه القديمه اكسل. اول حاجه الناس دايما بتسال عليها، هنتاكد ازاي ان الاقرار بتاعنا اتقدم؟ طيب احنا ممكن كنا عملنا فيديو وحصل مشكله في الصوت وكده، ان شاء الله يكون يعني احنا هنعيد بطريقه غير مباشره اللي احنا قلناه في الفيديو ده مره ثانيه، ولكن هخش اهو على المنظومه القديمه eservice.incometax.gov.eg اللي هي الاكسل، وهاجي هنا عند ضريبه الدخل وهعمل الاتي. طيب انا عندي، هنبتدي اول حاجه نخش على ضريبه الدخل الاقرارات دي، اول طريقه نتاكد بيها ان احنا فعلا قدمنا الاقرار سواء 101 103 105. هضغط هنا على الاقرار وهشوف ايه اللي هيظهر لي. هختار طبعا السنه، ناخد بالنا واحنا بنختار السنه يا جماعه. بعض الناس بعتت لي اسئله بتقول لي احنا اخترنا غلط 22، كويس نعمل ايه؟ نعمل 21. تمام، فاختار 21، اخلي بالي من التاريخ. ماشي، هخش هنا ابص الاقي هنا ده اقرار معدل. اقرار معدل يعني معنى كده ان الاقرار الاصلي اتقدم. لو انا عملت دلوقتي اي تعديل هنا ده يعتبر اقرار معدل. وطبعا برضو من ضمن المعلومات اللي لازم نبقى عارفينها، ادام الاجل لسه ما انتهاش، فانا النهارده لو عملت اقرار معدل يعتبر في حكم الاصلي، يعني حد عنده غلطه عنده حاجه عاوز يعملها، واخد بال حضرتك، فيقدر يعملها ويبعته معدل ويعتبر اقرار اصلي ما فيهوش كلام. طيب فدي اول حاجه. طيب تاني حاجه، ارجع تاني هنا خلاص وعايز اشوف الاقرار اتقدم ولا لا. وبعض الناس النهارده يمكن شيرت مسجز جايه من المصلحه بتقول يا جماعه خلوا بالكم انتوا لسه حافظين الاقرار مؤقت ولم يتم الارسال. برضو هاجي اقول له هنا عايز اشوف الاقرار، كويس. فاول ما اجي هنا اهو لقيت ان سنه الاقرار 2021 اقرار اصلي، تم القبول قبول الاقرار وتمت عمليه السداد خلاص، والتاريخ، ولو عايز اعين الاقرار هضغط هنا اقدر اعمل له معاينه. يبقى دول الطريقتين اللي اقدر اعرف بيهم، واخد بال حضرتك، ان الاقرار فعلا تم ايه؟ تم قبوله، او تم، واخد بال حضرتك، تسليمه او ارساله على الموقع. طيب ما تنساش بقى حضرتك لو انت سددت في البنك، فلو سمحت تيجي هنا وتعمل غلق للفتره الضريبيه خلاص، وهتلاقي وعندنا فيديوهات كتير موجوده على القناه للموضوع دوت. خلاص هحاول احط اهم الفيديوهات تحت في اللينك او في الديسكريبشن في الوصف بتاع الفيديو، وهختار السنه. طبعا هنا مش هيديني سنه لان طبعا احنا هنا مسددين خلاص، فطبعا هختار السنه، هيظهر لي السنه، هيقول لي قيمه اجمالي قيمه محصل الضريبه قد ايه، وهيطلب مني يقول لي استمرار، هيقول لي دخل ال 14 رقم بتوع التصديق، هدخل ال 14 رقم واعمل اغلاق للفتره. اي حد عمل ارسال وما سددش الاقرار ما بيبقاش مقبول الا بالسداد. فلو حضرتك النهارده ارسلت الاقرار، سددت بكره الصبح، سددت يوم السبت، سددت يوم الاحد، ده يعتبر، واخد بال حضرتك، الاقرار اتقدم بعد الميعاد بتاعه. طيب ده بالنسبه للموقع. طبعا لو انا هسدد من هنا برضو عاملين فيديوهات انا وحضراتكم على القناه لخدمات الدفع الالكتروني، هاجي هنا واعمل اضافه خلاص ماشي، وامشي البيانات، وفي الاخر طبعا هعمل غلق للفتره وطباعه للاختيار بتاعي. ده بالنسبه للمنظومه القديمه. طيب بالنسبة للمنظومة الجديدة اللي هي الاي بي ام او منظومة كبار، طبعا انا قلت برضو ان احنا عشان نتأكد ان الاقرار تم ارساله هنا، فبالتالي هنخش، واخد بال حضرتك، على نماذج، لان هو طبعا لو انا دخلت على التزامات مفروض ما الاقيش الالتزام موجود، يعني ما الاقيش الاقرار بتاع الدخل بتاع 2021. لو انا بصيت هنا كده خلاص مش هلاقي عندي اقرار الدخل. ماشي، طيب هرجع تاني هنا، فدي اول حاجة. طيب تاني حاجة، واحد يقول لي طب انا ممكن اكون عامله مسودة،
فبالتالي هو مش موجود في الالتزامات انما موجود في النماذج كمسوده. اقول له تمام، يبقى هنيجي هنا وندوس على مغلق نهائي. هيجي لي هنا المرتبات عاده خلاص هي اللي بتظهر في مغلق نهائي. عايز اتاكد من اقرار الدخل، حضرتك هتروح قابل للتعديل تمام، وهنشوف الايه اقرار الدخل هيظهر ازاي. طيب تمام، تعالوا نعمل تاني اهو قابل للتعديل. طيب ادي نموذج 27 اقرارات اهو، واخد بال حضرتك ضريبه الدخل الشخصي اهو، ضريبه الدخل الشخصي نموذج 101 سنه 21 اقرار ضريبه تقديم نهائي من الممول. اذا حضرتك برضو ايه هنا خلاص قدمت تقديم نهائي. صحيح قلت ان ممكن اعمل تعديل لو انا دخلت هنا، واخد بال حضرتك، لان احنا زي ما اتفقنا احنا ما زلنا موجودين، لان برضو بعض الناس سالتني. هيظهر لي هنا الاقرار، اقدر ادوس هنا تعديل وابتدي اغير البيانات اللي انا عايزها واعمل ارسال مره اخرى، ويعتبر اقرار معدل وطبعا يراعى في التوقيتات اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب بالنسبه للسدادات، عايز اتاكد برضو ان انا سددت هنا، برضو كنا عملنا فيديو لحاجه زي كده وعايز اتاكد، واخد بال حضرتك، ممكن اعمل هنا اختارات سداد كده ماشي، واشوف ايه اللي تم سداده ماشي. هنا مثلا دخل مرتبطة تم السداد ماشي، واخد بال حضرتك، وكذا كذا وتاريخ السداد كذا، يبقى احنا خلصنا. واقدر اعرض اختار برضو السداد، برضو قلنا الكلام. فيبقى هنا ده لما انا ضغطت على الجزء الخاص بطلبات السداد، يبقى ممكن اعرف من هنا انا عملت سداد ازاي، او عملت سداد فعلا ولا لا، واخد بال حضرتك من الكلام. طبعا ممكن هنا كمان في الاقرارات اروح، لو انا طبعا سددت في البنك خلاص اللي هي المدفوعات غير المرتبطه، فبالتالي خلاص هو بيعمل غلق اوتوماتيك. لو لا في حاجات لسه لم يتم السداد، يبقى طبعا برضو هنضغط واخد بال حضرتك عليها وهنسددها بالفيزا اذا كنا احنا عايزين نعمل هذا الكلام. فطبعا ده ببساطه شديده جدا هو واخد بال حضرتك الجزء الخاص ب شويه كده حاجات اخيره ناخدها في حسابنا، نتاكد ان الاقرار تم. يا ريت طبعا نطبع الاقرارات بتاعتنا نحتفظ بيها في فولدر على الكمبيوتر، او هنطبعها واخد بال حضرتك ورقيا ونحتفظ بيها ونحتفظ بالاتصالات بتاعه السداد. هرجع اقول لحضراتكم تاني كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله موسم يعني كان سعيد، وما زلنا بقى في انتظار ان شاء الله نهايه الموسم باكمله والاقرارات بتاعه الاشخاص الاعتباريه. كل سنه وحضراتكم طيبين مره اخرى، وان شاء الله دايما نسعد بيكم ومتابعينا على قناتنا على التليجرام وعلى اليوتيوب، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.